كل القضايا المثارة على الساحة، نشوف بالتأكيد في حاجة كان الناس بتستعد لها من دلوقتي وهي ملابس العيد يعني وكحك العيد، لكن خلاص أعتقد إنه الناس لم تعد معنية بهذه القضايا حتى بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وبسبب كمان الحالة المزاجية عند المصريين اختلفت، وده واضح في التعامل مع مناسبات مختلفة. بتلاقي الناس حتى بتستعيد يا رمضان زمان كان عامل ازاي والأعياد زمان، لكن يبدو ان في أسباب مختلفة مش مادية فقط ولا معيشية ولا اقتصادية، فيها نفسية وفيها حالة مزاجية وفيها كمان التكنولوجيا اللي تنامت في المجتمع اديها كل الأسباب اللي أحدثت خللا في شبكة العلاقات الاجتماعية وفي ارتباطنا بطقوس في أعيادنا وفي مناسباتنا الدينية دائما. لكن كمان ارتفاع الأسعار ما بيخلي العائلات لا تهتم بأن هو العيد يبقى في لبس جديد، ما يعني أعتقد أن الناس لم تعد تهتم بذلك، ومع ذلك قلنا نشوف الملابس اللي المحلات بتستعد علشان ملابس العيد. ده كان زمان لبس العيد الجديد، يعني محدش ينزل العيد إلا بملابس جديدة، خلاص يعني ده أصبح من كلاسيكيات الزمن الماضي من الفلكلور القديم، يعني لم يعد واقعا الآن. الصراحه مولعه نار قوي، يعني الله يكون في عون الناس. الصراحه انا معايا بنتين، الفستان ب 500 جنيه حاجه نار قوي. انا معايا تلات عيال، جايبه اقل حاجه اسطندل ب 125 جنيه، بسال على فستان ملهوش اي لازمه ماشي لقيته ب 385 جنيه. ده ليه؟ حركه البيع والشراء زي السنين اللي فاتت؟ زي الاول؟ لا مش زي الاول، بقت حاطه ومهبطه، مفيش سوق، مفيش رجل زي الاول. نغلو الاسعار غالي على البياع وغالي على الزبون بسبب الدولار وبسبب الجمارك، فالاسعار زاده على الناس. الناس نازله تشتري، اللي نازل يشتري طقمين ثلاثه وبيضطروا يشتري طقم لبس كده كده، يعني ممكن بقى الضعف. يعني مثلا الكوتشي كنا ممكن نجيبه مثلا 150 ولا حاجه، بقى 300 جنيه 350 جنيه، حرام بقى، مش اوريجينال كمان، ممكن يلبسه يتقطع. والمستعمل نفس الحوار، كان ممكن حاجه بتبقى 25 و30 بقت ب 70 و50، كل حاجه اصلا في العالم. اما تقول الزبون بقى طب 150 و160 جنيه بتاع يجري الزبون معاه، في ناس موظفه ماخده معاها اربع عيال فاتحه مش لاقيه. انا بقالي تلات ايام عماله الف عشان اشوف اي حاجه لبنتي، وانا معايا بنتين واللي معاه تلاته معاه بقى يعمل ايه، والاسعار عاليه ومفيش. الحاجه كلها مولعه عن السنه اللي فاتت، يعني الحاجه زادت الطاق خمسه، يعني الحاجه مثلا ب 40 بقت ب 120، الناس هتجيبيها تعمل ايه؟ لما هنا احنا في العتبه يعني منطقه شعبيه والاسعار كده، امال بره؟ والله العظيم البنطلون دلوقتي ب 170 جنيه جمله، وب 100 في العتبه هنا؟ في العتبه هنا جمله. امال بره بكام؟ الشيرت ب 120 جنيه، في وسط البلد يعدي ال 400 و500 جنيه. بدل ما كنت بجيب طقمين بضطر ان اجيب لكل واحده طقم على اساس ان انا اتلائم مع الغلاء اللي احنا فيه. البنطلون اللي احنا كنا بنجيبه جمله ب 60 جنيه السنه اللي فاتت، السنه دي ب 120 وب 130 جنيه جمله. نبيعه للزبون ب 160 وب 170، الزبون مش قابل السعر. الحاجه غاليه موت موت موت، ما فيش. والبنطلون جملته 125 و130 و140، الناس دي بتجيب من فين؟ والله ملايين ناكل ولا عارفين نكسر ايامنا. طب اشتريتي ايه؟ ما اشتريتش حاجه ومروحه فاضيه. ليا ساعتين بدور في العتبه مش عارفه اجيب حاجه، والله حرام اللي احنا فيه ده. هو قبل ما الدنيا تغلى كنت بتنزلي ب 1000 جنيه تقدري تشتري كذا طقم، تقدري تشتري كوتشي، بنطلون، مش عارف ايه، تيشرتين ثلاثه، الكلام ده. ده في الوكالة وبره، يعني في أي مكان. لكن بعد كده دلوقتي بعد ما الأسعار غيرت في المحلات، يعني في الشتاء اللي فات الجواكت ب 550، عارف ب 600 جاكيت بس، يعني تخيلي يبقى معاكي 1000 جنيه تشتري جاكيت وبنطلون بس.